أجمل تحية لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سنها. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت المصادف ل25 من شهر شباط فبراير إلى الجمعة الثالث من شهر آذار مارس. أهم التغيرات الفلكية لهذا الأسبوع هو انتقالة كوكب عطارد من مجموعة الدلو الهوائية إلى مجموعة الحوت المائية عند الساعة الرابعة من فجر يوم السبت، وبذلك يمر موالد برج الدلو بفترة خلو مسار تستمر إلى 1:30 من فجر الأحد المقبل المصادف ل26 من شهر فبراير شباط. الصدارة إلى موالد برج الحوت مع ارتفاع إلى كل من الثور السرطان والجدي، وانخفاض إلى مواليد أبراج القوس والميزان والعقرب. في بداية الأسبوع سنشهد انخفاض إلى مواليد كل من برجي الدلو والأسد، وفي وسط الأسبوع انخفاض إلى مواليد برج العذراء مع ارتفاع إلى مواليد برج الحمل. أما في نهاية الأسبوع فسنشهد انخفاض إلى مواليد برج الجوزاء. الحمل لديه لقاء عاطفي مميز، الثور لديه فرصة سهلة وموفقة للسفر، أما الجوزاء فتزداد مصاريفه. السرطان يوطد من علاقته مع الأصدقاء، والأسد يصاب بالإحباط. العذراء عليه الاهتمام بصحته، والميزان تتوتر علاقته بالحبيب. العقرب عليه الحذر من المقربين. القوس نحذره من السفر. والجدي يسعد بخبر مفاجئ. الدلو مبعثر الأفكار، والحوت قمة في النشاط والحيوية. مولود برج التنين الصيني في عالم الأوهام، ومولود برج الديك الهندي عليه التأني باتخاذ القرار، وأخيرا مولود برج شجرة السرو الدرويدي خطوتين إلى الوراء.